ليه هنا؟ المهم المكالمه انت سمعتها بينهم قالوا يجوا الساعه كام؟ لا ده ما حددوش فيها لا الزمان ولا المكان. نعم قالوا هنا. طب الساعه كام معاك دلوقتي؟ معي ساعه. شفت اتاخروا جدا على فكره. اهم يا معتز وصلوا جم اهو هم دول. اهي بقول لك ايه، الاحمر ده كفايه ولا كنت زودت شويه كمان؟ لا حلو قوي. تمام طبعا عارف انت هتعمل ايه. لا بص بقى، انا عايزك تدخل عليها بكل ثقه ثقه جامد، بعدين تسلم عليها بكل رقه بكل رقه. عايزك تسحرها بكلامك، عايزك تكعبلها. ولا انت كنت هتعمل كده؟ انت كان قصدك اكعبلها بالمضرب صح مش برجلي؟ ايه ولا كنت قلت لها انا موتها فيك؟ كنت دفنتها؟ طب اعمل ايه بس، ما انا ما عنديش خبره. ولا انا ماليش دعوه بالليله دي خالص. سامع؟ وزع لو شخطت فيا تاني انا هسيبك وامشي. وزع وزع خد بالك هم جايين علينا. ايوه انا لامحهم بطرف مناخيري. ارمي الموبايل كانه منك على الارض. طيب امسك النضاره دي كده. كانه ماشي صدفه يعني. طيب قول كده من الاول. هي هتشوفه هتنادي عليك، ولو ما نادتش عليا انادي عليها انا. طيب خلاص لو سمحت ارد عليها ولا اسبلها؟ لو سمحت رد عليها بس بتقول. طيب ايه في نضاره وقعت منك؟ طيب وبالنسبه للموبايل بتاعي ده حضرتك ما خدتيش بالك منه ولا انت ما بتشوفيش؟ والله ايه ده عمر؟ ازيك يا عمر؟ ايه ده مش انت اللي كنتي وانت برضو كنت معايا في نفس المكان اللي كنت كلكم مع؟ يا محاسن الصدف يا محاسن الصدف. ايه رايكم كلنا نلعب مع بعض؟ لا خليهم هم، احنا مش عايزين نعطلهم. اتفضلوا انتوا يا جماعه العبوا، مش عايزين نعطلكم. الجنينه كلها تحت امركم. فرصه سعيده. باي. ايه ده دول مشيوا مش انت اللي مشيتهم؟ طب وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ انت بتكلمني انا؟ هات الموبايل. ايه ده في ايه؟ الموبايل عايز الشحن. امشي يلا امشي. عمر ده وشه مش غريب عليا. يا سلام عادي، مش كان زميلنا في المدرسه يا بنتي؟ لا ايام المدرسه مش فاكراه، انا شفته هو كبير كده. شوط الكره عندها وروح العبها من هناك. طيب ماشي. ادوس على رقبتك يالا. ايه هو بلياردو؟ الله ما انا شوط الكره بالمضرب وانت واقف. وانا واقف؟ ايوه. طب انا اشعرف لنا، ما تشرح بالراحه، ارجع ورا شويه خد لك ساتر. اتفضل اهو. انا اسف جدا، ما قصدتش. اسف حصل لك حاجه؟ طبعا وجعتني. طب الحمد لله. نعم يعني الحمد لله ان ما حصلكيش اي مضاعفات. انا هو انت بتلعب جولف من زمان؟ ده انا بلعب من الصبح. بعيد قوي. طب ثانيه واحده هروح اجيبها لك واجي على طول. تجيب لي ايه؟ ما احنا هنروح لها، بس ده مشوار طويل قوي عليك. طب وعلى ايه؟ ثانيه واحده يا اسطى يا اسطى لو سمحت، اتنين بركة الكور اللي هناك دي. اتفضلي وقف اتفضلي، انا معايا فكة ما تقلقيش. اتفضلي. سايب يا معتز بينج بونج. بينج بونج؟ يعني ايه بقى ان شاء الله؟ ما تسأليش وقت ما تنفعليش. اوعي تكلميني كده تاني. يعني حاجة زي كده. يلا بقى يا سارة عشان نرجع. ليه؟ يعني كل اتفضلي. طيب يلا باي 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 باي. اكلمك باي باي. طمني عملت ايه؟ ده اسعد يوم قضيته في حياتي النهارده. يعني ايه؟ كله تمام؟ طبعا. عيب انك تسال سؤال زي ده. طبعا كله تمام. خدت رقم تليفونك؟ لا طبعا، لانه معايا. انت غبي ولا ايه؟ ما هي ما تعرفش ان هو معاك، كان لازم تاخده منها عشان تعرف تتصل بيها. طيب قلت لها ان انت معجب بيها؟ لا. طيب خدت منها معاد تاني؟ لا برضو ما حصلش حاجه زي كده. لا ما اتفقتوش على اي حاجه خالص؟ خالص ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي خالص. يا راجل اسعد يوم قضيته في حياتي النهارده. يا راجل شفتم ارقامها حلوين قد ايه. مش هيحصل حاجه يعني،
لا انا طارق الوكيل يا ساره، مانيش عمر ابو الوفا. انا طارق الوكيل، مانيش عمر ابو الوفا. انا طارق الوكيل، مانيش بتهيالي ناجل القرار ده شويه. يا وزه هو ده القرار اللي انا مستنيه. ملاكي جيزه، يا حلاوه جيزتك. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. تأمرين باي خدمات تاني؟ لا خالص، اسبق انت يا عم ابراهيم، انا هحصرك. من عينيا. صباح الخير عمر. لا انت دوختيني عليكي. وانا دوختك عليا ليه؟ مش دي نمرتك؟ ايه ده؟ ما هي اصلا امبارح وقعت منك واحنا في الجولف، وقعدت اطلبك عليها طول الليل، كانت مشغوله. انت كنت واقفه في اشاره طويله ولا ايه؟ ميرسي. هي معرفه مصلحه ولا ايه؟ انت عرفت عنواني منين؟ من المرور. رحت المرور وكشفت عن النمره ودفعت المخالفات وجبت العنوان وزماني جاي. مش عارف انا اتاخرت ليه لغايه دلوقتي. ايه ده؟ ده في كاوتش نايم. بالراحه بقى لحسن يصحى. معقوله؟ عموما مش مشكله، انا معايا ستيب. ايه ستيب؟ ستيب وانا موجود ازاي؟ وده يصحى. ايه ده؟ ده الكاوتش التاني نايم. نايم اهو والله. يا لا بتشوف الكاوتشين نايمين في نفس اليوم. ده مش بعيد تلاقي ستيب راح مشوار. يا لا الكاوتش نايم مشوار. انت فرحان فيا ولا ايه؟ انا كده هتاخر. طب ما انا عربيتي تحت امرك. ايوه انت بتبصي فوق، انا حركن على الشجره. عربيتي اهي اهي، الحسنه اللي طالعه هناك دي. اتفضلي اتفضلي هوصلك. اتفضلي. معلش هي هتلاقيها مجرحه شويه، بس انا جايب لها جراب هركبه لها. اتفضلي اتفضلي. تعالي خش خش. يلا سدي بقى. ايه سدي مناخيرك قبل ما ندور. نقلع الجزمه. نقص الجزمه. تستغربيش اصل انا لما بقلع الجزمه واسوق حافي بوصل اسرع. سدي مناخيرك بقى عشان هدور. بس رخص. ايوه اتفضل. كمان رخصك منتهيه من كتر اللف في الشوارع بقى يا فندم. اللف. معلش. معاك طفايه؟ طبعا طبعا. انا همشي بسرعه. وريني اتفضل. انت هتهزر معايا ولا ايه؟ بقول لك طفايه. عايز طفايه حريق؟ طفايه حريق. حاضر. انا ما فهمت غلط. اهي معلش، بس مش هقدر اوقفها عشان السقف ما بتخبط في السقف. هو في ايه حضرتك بالظبط يا فندم؟ كل ده وفي ايه؟ امن ومتانه. امن ومتانه؟ يعني انت بتسحب الرخص على المتانه دلوقتي؟ طب هنضفها. نضفها؟ لما عربيتك بقى تتحرق بتطفيها بطفايه السجاير. حاضر. يطلع خفيف. حاضر. كلمهم هناك وقالهم الكلام ده كله. ماشي. الله، لو سمحتوا يا جماعه محدش يشرب سجاير في المسرح. ليه؟ هو المسرح صدره تعبان ولا ايه؟ اتاخرت كده ليه؟ بعدين هقول لك. ايه ده بتعمل ايه هنا؟ ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضلي اتفضلي ثانيه. ايه الهيبه دي؟ خلي اللوحه يمين يا جمال، كمان شويه. ساره الصوت لو سمحتي. الفرقه عايز تعمل بروف. ايوه بس كده. ممكن اقولك حاجه؟ ثانيه واحده. انا حلمت بيكي. وانا كمان حلمت بيكي قبل ما اشوفك، او جايز علشان كان نفسي اشوفك، مش عارف. حلمت بيه؟ حلمت ان انت كنت نايمه وكان شعرك مفروض جنبك كده على المخده وبس. غمضي عينيكي كده. كان شكلك كده، كنت شبه الملايكة.
ده في رقم ناقص. ايه؟ مفيش ناس كده ابدا. انا ثبتها لك كروكي كده وان شاء الله هتبقى تمام. اصل المسامير ضاعت مني المره اللي فاتت وانا بفكها. ايه هو كل حاجه ايه تحت في تحقيق تحقيق. خلاص بقى. طب ما تتفضل عندي في الاتيليه تغسل ايديك. يا ريت. انا بقول كده برضه. اتفضلي اتفضلي. اوعي تبصي وراكي، احنا دايما نبص قدامنا. على فكره عربيتك شيك قوي، بس لو كانت سودا كانت هتبقى تحفه. سودا؟ لا الا الاسود ده انا بكرهه خالص. ولا انا بطيقه، مع ان انا